الله يخرب بيتك يا حمد. انا قالوا المنبه، قالوا المنبه يا معلم، يا معلم معلم، قالوا شد اطفح يا معلم اللي كنت جاته. طيب هنبدا بالمباراتين المؤجلتين، اهلي مصر المقاصه وادي دجله الزمالك. نبدا مع حضرتك كابتن حسن، الاهلي ومصر للمقاصه. الاهلي ومصر المقاصه كابتن، ده من المؤجلات. نعم. او ماتش من المؤجلات، واللي هو برضو بنقول عليه ان هو يعني كانت مباراه، تعتبر مباراه من المباريات الجيده، وخاصه في الشوط الثاني. نعم. وخاصه في الشوط الثاني الاهلي، ويمكن احنا كمان كنا في استوديو التحليل بنقول الاهلي لو جاب جول هتفتح، وكابتن طارق يحيى ما صبرش الشوط الثاني وبدا يهاجم بعد 10 دقائق او بعد 12 دقيقه، وبدا يهاجم فبقى اللعب مفتوح. نعم. اول لما اللعب اتفتح الاهلي زي ما يقولوا ايه، مش عاوز اقول صال وجال، لكن جاب 3 جوان تانيين لوصلت النتيجه 4، وده اللي كان الجون الاولاني بتاع من جده لعمرو جمال. وطبعا وقلنا احنا وقلنا ان هو بيجيد العاب الهواء خاصه جوه البوكس، فتعتبر الشوط الثاني كان من المباريات اللي احنا نعتبر اتمتعنا فيها بالاداء والاهداف بالظبط، يعني في الحالتين. نعم. يعني ده بالاداء وبالاهداف. ودي كانت تعتبر مباراه اعتبرها ال 45 دقيقه في الشوط الثاني كانت من اول الشوط مباراه، تعتبر مباراه جيده من الطرفين بالظبط، بس كانت اليد الطوله للنادي الاهلي في احرازه 4 اهداف لهدف واحد للمقاصه. يعني يمكن كابتن مصطفى المقاصه في المباراه دي تحديدا يعني ما اعتقدش انها ادت الاداء اللي يعني احنا المقاصه معودانا على اداء مختلف، فرقه يعني كويسه جدا جدا جدا، ومع كابتن طارق يحيى. لكن تتصور كابتن مصطفى ايه سبب الانفتاح الغريب لمرماها بالاربعه؟ الكابتن طارق يحيى حتى انا سمعته كمان ان هو طمع في المباراه، وقال ان انا مش عايز العب مباراه دفاعيه بحته، لازم اهاجم، وكان عندي ثقه في لعيبتي، وقال عدم توفيق. لكن في ماتشات يا كابتن مدحت لا تقبل القسم على اثنين، الماتش ده بالنسبه للنادي الاهلي لا يقبل القسم على اثنين، كان لازم يكسب بعد الاخفاقات الكبيره اللي حصلت قبل كده، لكن دي طبعا فيها بدلك طبعا، لكن النادي الاهلي حصلت له حاله استنفار، وخاصه بعد الجلسه اللي قعد مع رئيس النادي المهندس محمود طاهر وطمئن اللعيبه وطمئنهم على فلوسهم، واعتقد ان هو طلع لهم فلوس من جيبه الخاص، ادت اريحيه للعيبه، واعتقد ده كان رد الجميل بالنسبه للراجل، ان هم يعني كل واحد اطمن على فلوسه، اطمن على حاجته، مش هيبقى يعني محطوط تحت ضغط هنا. وفي برضه حته التوفيق وعدم التناد، النادي الاهلي كان موفق جدا في هذه المباراه. وهذا الرجل من احسن اللعيبه اللي جوه النادي الاهلي. يعني الراجل ده اللي احنا شايفينه قدامنا ده، انا شايف مكسب كبير جدا مع في وجود عمرو جمال بالتحديد، في وجود عمرو جمال. يمكن لو زي ما بنتكلم على موسى ايدان، موسى ايدان زي ما بنتكلم على الصديق والنجم الكبير مصطفى عبده، بنتكلم على ايدان، يعني هو معظم اللي جوه هو شريك. بص يا كابتن مدحت بيعمل ايه؟ يعني الحقيقه مكسب كبير، وانا بهني اللي جابه بالظبط، عكس ما اللعيبه كتير جت مالهاش لازمه، لكن ده كمان يعني بص كان اختيار محمد يوسف ولا اختيار مين؟ اختيار محمد يوسف. محمد يوسف. رائع. لا بالزبط. كمان اللي فكر في ده اللي كان بيلعب في القطن الكاميروني اعتقد، او القطن الكاميروني، كان بيلعب القطن الكاميروني، اختيار موفق جدا جدا مع حد احد المسؤولين عن الفرقه قال لك ده يعني بما معناه ان كان لعيب مش كويس وبتاع وكده، لكن لما بتدي اللعيب الثقه، لما بتدي اللعيب فرصه واثنين وثلاثه يا كابتن مدحت، نقدر نحكم عليه زي ما بنحكم على ايدان دلوقتي ان هو لعيب كويس. وانا شايف ان عبد الله السعيد ده جول وجول النهارده، يعني عبد الله السعيد ابتدى يعيد مستواه بعد ما قلت لك ان حصل اريحيه مع السيد رئيس النادي. نعم. وفتحت شهيتهم. لكن لما نيجي ماتش النهارده يبقى نتكلم عليه بالظبط، هنتكلم اكيد عليه، لكن اكيد يا كابتن حسن لانه الماتش جاي هيبقى مع الاستاذ محمد باذن الله. يعني اتصور انه الاربعه دول اثروا بالسلب على مصر المقاصه للمباراة اللي هنشوفها بعد شوية بتاعت النهاردة، المباراة اللي هنشوفها بعد شوية كابتن مدحت بقى خلص كابتن محمد وكابتن مصطفى او مين هياخد السموحة والمقاصة. انا شفت تقرير ليها يا كابتن مصطفى في احداث الماتش غريبة، في احداث
غريبه وجميله. لا طبعا غريبه وجميله بس مش هنتكلم فيها الا لما نيجي للمباراه بالظبط. لكن سموحه بتاخد من الاهلي خلي بالك بتاخد من الاهلي. ايوه صح. هل ده بيصعب؟ دي نقطه مهمه بالظبط. طبعا بالظبط. يعني ماتش اللي جاي بتاع الرجاء ده انا اعتقد لعبه مش هتقدر تقف على رجلها. لان اهلي وزمالك كابتن مدحت تعودتنا الكوره طول عمرنا حتى واحنا بنلعب ان اللعيبه بيبذلوا اقصى جهد يعني بيجيبوا النفس الثاني زي ما بنقول بالظبط. فبالتالي بيحصل عمليه اللي بعديه بيحصل عمليه استرخاء. نعم انا يعني انا يمكن جالي تصحيح معلومه دلوقتي انه الكابتن هادي خشبه هو اللي كان مصر على موسى ايدان في وجود الكابتن حسام البدري. لا يبقى انا بهنيه بصراحه. كانت المباراه مع القطن الكاميروني والاهلي وكان هادي خشبه بس ما حصلش التعاقد. رجع بعد كده في فتره محمد يوسف فتمسك بيه تاني. اوكي اوكي. لكن هو يعني جالي المعلومه من البدايه يعني يعني يعني, يعني, يعني يعني لما تقول ابو تريكه مش موجود لازم تقول موسى ايدان موجود. يعني مفتاح لعب. بس انا شايف ان هو النهارده كان بيلعب ناحيه اليمين. نعم. مش 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 مستريح فيها. عكس شيكابالا عكس محمد صلاح. نعم. في ناس كده كابتن مدحت. هي عدلته على الشمال. وبعدين في ميزه مش في لعيبه كتيره. نعم. مساحه الرؤيه عنده واسعه قوي. وبعدين التايمنج بتاع الباصه التوقيت ودي هي اساسيات كره القدم. بالظبط. توقيت الباصه والبصه كده يعني انا شايف ان هو مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي. كابتن حسن يعني ربما المباراه دي شهدت خروج ناجي جدو ونزول سعد سمير وكان تبديل برضو مسار حوار يعني ده كان في الدقيقه 58 يعني الاهلي لسه ما كانش حقق الا هدف واحد اللي هو هدف عمرو جمال في الدقيقه 45. تتصور تغيير جدو ونزول سعد سمير وانا لسه 1-0 كان مغزاها ايه من وجهه نظرك كابتن محمد يوسف؟ لا مغزاها ان هو بيأمن دفاعيا على اساس ان لعيبه نص الملعب تشارك في الناحيه الهجوميه ويبقى في كثافه عدديه في الهجوم. فهو النهارده لما بيطلع جده على اساس ان جده برده بقى له فتره طويله مش في حالته او من ساعه ما رجع من انجلترا ما يعتبرش في حالته يعني. حتى هو في كل مباراه هم بيغيروه النهارده برده في المباراه بتاعت النهارده بتاعت الرجاء غيروه. فهو مش ده جده اللي احنا نعرفه انه بيتغير كل شويه. سعد سمير عشان يلعب ورا عشان يقفل الناحيه الدفاعيه يبقى مطمن فيها ويدي زي ما بيقولوا برده اريحيه لنص الملعب ان هو يتقدم مع شديد قناوي مع احمد فتحي للامام من غير ما يكونوا خايفين من الرجوع. بالرغم ان هو طبعا فرقه المقاصه لما بتمسك كوره وبتهاجم بتهاجم بشكل كويس لكن هي من بدايه الشوط الثاني بتلعب نفس الكلام لغايه ما هي بدات تفتح عشان لا. عاوز اتعوض عاوز اتعوض زي ما انت شايف. بص حضرتك ودي حسابها اوفسايد بالظبط. لكن بص حضرتك انت بقى كام واحد احمر لو عديتهم هتلاقيهم 7. نعم. لو عديتهم اذا في 3 بوجود سعد سمير والتغييره اللي هو عملها بالزبط. عشان يامن الناحيه الدفاعيه يبقى مطمنين يبقى اللعيبه بتلعب وهي مطمنه ان ما يحصل كونتر اتاك او هجمه مرتده يبقى في اللي يقدر يحوشها. هل تفتكر يا استاذ محمد جده تحديدا متاثر نفسيا بعد لندن والحكايه والروايه عاد الى اجواء القاهره ده تاثر نفسي ولا ما زالت الاصابه واشك في هذا هي اللي مأثره في مستواه؟ والله لا انا رايي ان لحد دلوقتي جده هو مش لاقي اي مساعدات من مجموعه نص الملعب. هو لعيب من اللعيبه اللي هو يمكن كابتن حسن شحاته ادرى بيه هو من مكتشفينه او اللي وصل المرحله دي ويعرف ان محمد جده لازم يبقى عنده 2 نص ملعب لعيبه كوره. نعم. ابو تريكا ابو ولازم يبقى عنده كمان سنتر فورورد هو محطه عشان يقدر يشتغل على شغلهم ويقدر هو يزيد معه. مشكله النادي الاهلي حتى كمان يعني مع تقدير الكبير لموسى ايدان كلاعب هايل ما فيش خلاف لكن مشكلة موسى ايدان انه ما بيشتغلش بكفاءة في عمق الملعب وجده من اللعيبة اللي تحب تطلع لبره علشان تستلم وتدخل لجوه دي بتبقى عاملة نوع من انواع يعني الارتباك بالنسبة للاتنين لعيبة. نعم. وفي الكرة انت بيبقى صعب ان انت تلعب اتنين في واحد اتنين في واحد اتنين يعني سماتهم واحدة او صحيح. امكانياتهم ومميزاتهم ده هدف حلو طبعا لكن يعني حسين سيد ناشئ من الاهلي واللعيبه كلهم اشادوا بيه على فكره كابتن باك ليفت كلهم حتى كان منتخب بالكابتن كان معايا في المنتخب كان منتخب شباب كابتن مصطفى لعيب وكان في باك ليفت تاني اللي هو مشي امتى من الاهلي يا استاذ محمد؟ السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت قبل اللي فات هو راح الاول اعاره وبعدين اتجددت وكان في وجود احمد شديد ولا كان احمد شديد لا كان في المصري كان موجود لا كان موجود احمد شديد كان مشي ورجع لا كان موجود مشي ورجع. هو عموما لا يقل عن احمد شديد على الاطلاق ولا على سيد معوض خالص. وبعدين عظمه يا كابتن مدحت الناحيه الدفاعيه عنده لا تقل عن
عن الناحيه الهجوميه وبعدين رجليه بتوصل من الخط للخط. نعم. رغم وبعدين الجامب بتاعه عالي جدا وبعدين اللعب التكتيك التغبيغات ازاي يدخل وازاي ويخرج ازاي مش بقول ده كان عشان لعيب معايا. نعم. يمكن كل ماتش اهلي والمقصه المدربين والمسؤولين في النادي الاهلي بيثنوا عليه. حتى الاعلام كله اثنى على حسين السيد امبارح او في الماتش اللي فات. يعني اللعيب انا شايف ان حسين وايمن اشرف نعم اتنين كان عوضونا وكان وفروا مبلغ كبير جدا في النادي الاهلي. صحيح. طيب قبل ما ناخد مباراه الزمالك ووادي دجله وقبل ما اوري الكابتن حسن شحاته لقطه اعلان عليها خليني بس اشجع ولو حتى بالاسماء لان الاعداد اللي جات لكم اعداد غير طبيعيه 2120 رساله شيء ولا يعني. سعد جمال بعت رساله مش هينفع اقراها دي يا سعد انت عارف كده اكيد. زيكو هوك كابتن حسن لو طلب منك المنتخب ترجع تاني تمسك المنتخب بتوافق ولا لا؟ هنخلي الاجابات في الاخر. محمد عبد الله عبد النبي بصراحتك المعهوده يا كابتن لو اتعرض عليك تدريب الاهلي او الزمالك وترك الاعلام هتعمل ايه؟ بالنسبه لي عمرهم ما يطلبوا مني الكلام ده طبعا ده انا مدرب سكه. بودي ايمن يا ترى كابتن ايه اخبار التجديد لحفني والسعيد لفتحي والسعيد وعاشور على ابواب التجديد بالفعل؟ انا بابا يلا اسماء غريبه قوي بيحطوها على الفيسبوك الحقيقه. تحياتي ليك يا كابتن انت والكبار الكباتن كلها انا بحبكم جدا والمحترم حسن شحاتي تحياتي ليكم كلكم ده حسام الماجيك. عاطف محمد كابتن حسن كابتن مدحت سؤال للكابتن مصطفى ليه بتحب كابتن حسن ايه بتحب ايه كابتن حسن في جمله هو عمل لك ايه الراجل؟ مش فاهم سؤالك يا عاطف ابعت تاني. ابو هيمه ممكن يا كابتن نعرف من ضيوفك سبب تغير مستوى عبد الله السعيد؟ ناخد من هنا كده نجري شويه معلش. بندق سوسه يا ريت يا كابتن مدحت تقول للكابتن حسن شحاته لا تلتفت الى الاشخاص الهدامه التي تريد النيل منك. محدش ينيل من الهرم يا جماعه. ريهام سالم يا مساء الانوار على العرب الاحرار انت وهو رجاله واحرار فاكرها يا كابتن؟ طبعا فاكرها طبعا. ريحان نبيل من السعوديه فاكرها طبعا دي الفرقه الجميله بتاعت مرسى مطروح. محمد الفرجاني عايز اعرف رايكم في اداء النادي الاهلي وهل الكابتن حسن شحاته يقبل تدريب الاهلي؟ وجاوب من شويه قال اه طبعا. محمد عبد الحميد عارف الف مبروك للكابتن حسن شحاته المظلوم اعلاميا ونفسي اشوفك مدرب الاهلي زي الراحل العظيم محمود الجاهر ربنا يديله الصحه. احمد نبيه سنوار يا كابتن مدحت انت وضيوفك المباريات بدون جمهور ليس لها اي نكهه يا كابتن. اه طبعا اكيد. هنا ايام فري وما ماتش مش عارف ايه لا ما انا ما بفهمش الحاجات دي ابعتوا لي حاجه صريحه. كابتن مدحت ليه الاعلام بيساند محمد يوسف ومش بيساند ميدو؟ ما اعتقدش الكلام ده مظبوط. ناخد من هنا كده ميدو مدريد تحياتي ليك يا كابتن مدحت ولضيوفك الكرام اشكرك. اكرم نور مساء الخير عليكم الزمالك هيلعب امتى؟ هقول لك حالا دلوقتي هيلعب الحد يوم الحد ان شاء الله حرس الحدود مع حرس الحدود ماتش حلو في اسكندريه. بونو الاكبر جدي كابتن شلبوك اخبار صفقات الاهلي انا عبد الرحمن من مطريه هقول لك حالا هاخد كمان اربع رسائل وهرجع اخد تاني. اشرف حماده سؤالي للكابتن حسن شحاته هل الزمالك في احتياج لاعب وسط قتالي مثل احمد فتحي؟ في كلمه واحده يا كابتن احمد فتحي وفي ابراهيم صلاح جاي. عامر ياسر وتحيه ليك ولضيوفك يا كابتن مدحت شلبي ايه راي كابتن حسن شحاته في ميدو واخبار ابراهيم صلاح ايه حابب تقول يا كابتن رايك؟ طبعا حابب ان اقول ان دي تجربه وتجربه تعتبر تجربه جريئه احنا كلنا بنتمنى التوفيق فيها لميدو ان شاء الله باذن الله. اخد كمان ثلاث رسائل بالعدد. حويده محمد كابتن مدحت انا عايزه اقول للكابتن مصطفى انا زملكاويه بس بحبك عشان انت بتقول كلمه الحق. شكرا. ناخد كده من هنا ناخد هنا لانه في ناس بتبعت اكتر من رساله فانا حفظت تقريبا الاسماء. محمد السرمي هي اي ال اس اي ار ام واي تبقى ايه دي؟ سرمي ممكن اعرف كل صفقات الاهلي وهل ممكن نشوف اسماعيل بلانكو في المنتخب المصري؟ يا ريت. محمود
ابراهيم انا من العريش وسلامي عليك يا كابتن انت وضيوفك الكرام، ويا ريت تسال ضيوفك مين اللي هيفوز بدوري ابطال اوروبا. مين يا كابتن مصطفى؟ بايرن ميونخ. انا بقول اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد فرقه بكره القرعه. اتلتيكو عنده خمسه لعيبه منهم لعيب هو كوكي. لا غير كوستا هو المعلم بتاعهم، هو كوكي. لا اللي جاب الجول ده عنده كم من العروض غير العاديه في الفتره، لان هو بيقول لك ده انستا القادم وانستا الجديد. عندهم في الدوري الاسباني في التصنيف فيليب لويس الباك ليفت ده الافضل. عندهم ريندا افضل سرد، افضل مدافع قلب دفاع. عندهم ديفيد فيا وكوستا الاثنين غير عاديين. بالاضافه لان هو بيعوض حاجه مهمه قوي ان سيميوني الروح المعنويه والاعداد النفسي اللعيبه قبل المباراه. بالظبط. واقول لحضرتك ما هو جديد، هم اقل كانت فرقه في دور الثمانيه من حيث الاسعار والتكلفه. طيب ورينا اللقطه يا محمد بتاعت كابتن حسن. يعني هو اي حد فينا او اي حد هيتكلم هيقول الاثنين دول في اي فرقه بيظبطوها طبعا. ابو تريكه وبركات في اي فرقه يعني، ودي ديك يعني. شوف النهارده لو ابو تريكه وبركات موجودين في مع المجموعه الصغيره اللي موجوده في النادي الاهلي كان هيبقى شكل تيم النادي الاهلي شكله صحيح. ابو تريكه وبركات مع منتخب مصر حاليا كان برضه هيبقى شكل منتخب مصر برضه ايه. فالاثنين دول مؤثرين جدا ولهم بصمات كبيره جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. بالظبط. يعني مثلا ما نيجي نقول بركات في الاسماعيلي مثلا وابو تريكه في الترسانة، هل هم اللي كانوا في الاسماعيلي وفي الترسانة لما جم النادي الاهلي؟ لا طبعا، ابو تريكه اختلف. فطبعا الاثنين، وبعدين الاثنين بطلوا يعني. شوف بقى الفترة اللي كان فيها الاثنين دول بقى بيلعبوا، والمجموعة كمان اللي كانت موجودة معاهم في النادي الأهلي طبعا هي هتبقى أحسن من المجموعة اللي موجودة حاليا. بالظبط. ده حاجة يعني طبعا مفيش شك في الموضوع ده. فشوف انت بقى لما اثنين دول كمان تروح واخدهم وحطتهم في أي فرق مؤثرين جدا. طيب خلينا نقول هذا هو حكم الزمن. بالظبط. هذا هو حكم الزمن. ما انت حضرتك اعتزلت والكابتن مصطفى دي سنة الحياة، كل الأباطرة سنة الحياة طيب. وعلى الموجود أن يجدد. بالظبط كده. سريعا جدا. طيب بس بنسبة كبيرة ممكن أبو تريكة يرجع الأهلي مدير كرة في الموسم والله الجديد. في كلام وممكن لجنة الكرة دي في الأهلي الجديدة تضم الثلاثة وائل جمعة، محمد بركات، زهراد، أبو تريكة. أوكي. لان محمود الخطيب اعتذر واعتزل. والله انا سالت الحقيقه فقيل ان هو لم يعرض من الاصل على الكابتن، هو ما تعرضش عليه على فكره. بس هو اللي سارع، هو اعتذر. لا هو اللي سارع واعتذر وقال لي اللي انا نعرفه واللي احنا نعرفه، لكن لم يعرض فعلا. مش عاوزين يعملوا لجنه كوره. بالظبط. هو كابتن طارق الشيخ قال مش عايزين لجنه كوره. مفيش لجنه كوره، مفيش لجنه. مش عاوزين يعملوا تماما. هو الاعلام بس حب يصرب حاجه لشياكه الحكايه والروايه، لكن هو لم يعرض فعلا ولا توجد لجنه كوره. طيب الزمالك ودجله محمد.